أول أحبك بس ما أبغى أقول، أخاف لو قلت تتغلى علي مرة. أنا بصراحة أحبك حبي مو معقول، أكبر دليل لغلطك غيرتي مرة. لما وقفت في النمونية كانت بالنسبة لي صعبة، لأنه يمكن ما كنت عارف بداية البروغرام كيف كان وكيف كان، وأنه أنا كان حلمي وخايف يطلع أنه حلمي يوقف من أول ثالث أسبوع. بعدها بعد ما صوت الجمهور صوت لي حسيت أنه في ناس بيدعمني، حسيت أنه في ناس لازم أوقف ومثلهم أحلى تمثيل، والحمد لله يعني بديت. كانت بداياتي حلوة بعد النمونية، وغنيت حلو ودخلت التوب 5 وكان هذا أهم شيء. كنت أحلم أدخل توب 1 لكن ما ربك كتب أن أدخل توب 1. المرة الثانية كانت بالنسبة لي الأقوى، لأنه كانت 2 وكان يعني مع هايدي اللي هي أنا بالنسبة لي من أقوى الطلاب موجودين حاليا. ماني زعلان كثير عشان أنا طلعت، لأنه هايدي كمان تستاهل أنها تبقى. أنا زعلان يمكن عشان الأكاديمية بتوحشني، كل الناس بيحشوني، كنت أطمع وأطمح أني أوصل لللقب، لكن قدر الله ما شاء فعل هذا اللي صار. وإن شاء الله يا رب أن يكون شرفت السعودية وشرفت الخليج وشرفت كل الناس اللي حبني، وإن شاء الله أن ما تكون نهاية بالنسبة لي، هذه يمكن تعتبر بداية. والله عاد هي المحبة من الله يعني، واللي بيحبني يمكن عشان أنا معاهم أول بأول، يمكن بيعتبروني أخوهم الكبير، يمكن بياخذوا من رأي كثير. الحمد لله لأنه أنا وصلت لقلوب كل الناس. شانتال عاد شانتال أنا كثير انبسطت اليوم اللي شفتها على الستيج، وشانتال أنا من الأشخاص اللي كثير بحبهم، كثير أبوجه لها تحية، وأنا عارف أنها كثير دعمتني. وشانتال الوحيدة اللي ممكن أعطتني الثقة، أخذت الثقة منها، والوحيدة اللي ممكن أتكلم معها بأي شيء لأنها إنسانة قد الثقة. هايدي ما الأقوى يعني بالنسبة لي أنا بين الطلاب، هايدي بالنسبة لي الصديقة الأخت. أنا فرحان كثير إن رجعت هايدي، لأن هايدي هي ستار عن جد، وماني زعلان إني وقفت يوم من الأيام مع هايدي. بالعكس أنا كان بالنسبة لي مكسب إني وقفت مع هايدي، وإنه أنا لما طلعت وكانت هايدي معي، لأن هايدي معروف إن الصوت الأقوى وستار. وجه تحية الفاتن اللي وحشتني كثير، وبشكر على دعمها لأنه أنا سامع إنها بتدعمني كثير. فاتن بالنسبة لي كانت يعني الحنونة، يعني بالنسبة لي كانت كثير بتفهمني كثير، الوحيدة اللي كانت بتحن علي كثير، بتعرف أنا قديش أكون مضغوط، بتعرف كيف تواسيني وكيف بترجع لي المودي. ثلاثة أسامي اللي أتوقع لهم الفاينل طبعا هايدي وإيهاب ونسيم. بشكر كل الفنانين، كل اللي دعمني، كل الجمهور اللي دعمني. بقول لكم ان انا هذه بداية المشوار، وانتظروني ان شاء الله في جديدي، والاخبار كلها يعني بتشوفوها على السوشيال ميديا.